السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد علاء من قناه ايزي بايكر. النهارده هنعمل ريفيو على سكوتر يعني عمل قلق كده اليومين اللي فاتوا دول في السوق المصري، سكوتر كي واي فيستا 200. سكوتر نزل طبعا من توكيل ابو حواء. سكوتر فيه مميزات كتير، وطبعا انا شايف ان هو منافس ممتاز في السوق وهيعمل فرق في السوق، سواء من سعره سواء امكانياته اللي موجوده لسعره والخامه والكواليتي بتاعته. طبعا هنعرف كل حاجه دلوقتي مع بعض، مش عايزين نتسرع ومش عايز احرق لكم كل حاجه، يلا بينا نعرف كل حاجه مع بعض. طيب اول حاجه السكوتر ده 200 سي سي واحد سلندر وقوه يعني حوالي 12.5 او 13 حصان. السكوتر ده كربراتير، سعر تانك البنزين 9.5 لتر، وده طبعا حاجه كويسه جدا جدا. عندنا هنا فرامل امامي وخلفي باكم وكمان سي بي اس. عندنا السكوتر ده تبريد هواء واثنين مساعد امامي وكمان اثنين مساعد خلفي، ودي حاجه كويسه جدا برضو. جنوط امامي وخلفي 13. عندنا عرض العجله الخلفيه 130، وزن السكوتر ده 128 كيلو. في بقى بعض الحاجات المميزه جدا اللي تميز السكوتر ده، اول حاجه ان هو فيه شاحن يو اس بي، وكمان عندنا الاعداد ديجيتال وانالوج الاثنين مع بعض، والانوار بتاعتنا كلها 100% امامي وخلفي ال اي دي. ده غير بقى ان هو سمارت كي اصلا، ان المفتاح بتاعه ما فيهوش مفتاح، بتحطه بس في جيبك وزراير من بعيد. وعندنا السكرينه بتاعته تعتبر نوعا ما كبيره نسبيا. طب نبدا بقى نشوف السكوتر ده من قدام لورا. طيب السكوتر زي ما قلت مواصفاته، سعره بقى نازل حاليا وقت تحميل الفيديو، سعره حوالي 34000 جنيه، وده يخليه منافس قوي جدا لسكوترات تانية في السوق. اولهم طبعا هنلاقي اس واي ام 200. اس واي ام 200 هتلاقي في السعر ده حوالي الاس واي ام اس ار 200، لكن هتلاقي بقى الاس تي وزد 14 شارخين فوق في اسعار عاليه جدا. وطبعا جات اكس اللي هو يمكن نقول ان هو اقرب حاجه للسكوتر اللي قدامنا ده، جات اكس اغلى بكتير، داخل حوالي 50000 جنيه. طبعا ده ب 34000 جنيه بالمميزات اللي احنا سائلينها دلوقتي دي. ده غير بقى ان السكوتر ده نازل بضمان، ودي حاجه ممتازه بدا ابو حواء يعملها في السكوترات بتاعته، واولهم هنلاقيها السكوتر اللي قدامنا ده. السكوتر ده نازل بضمان 6000 كيلو او سنه، ايهما اقرب؟ ودي حاجه كويسه قوي، حاجه كتيب هتستلمه كتيب الضمان وانت بتاخد السكوتر من اي معرض، ودي حاجه ما تنساهاش وانت بتشتري السكوتر بتاعك عشان ده اللي هيضمن لك حقك. تمام، نبدا بقى نشوف السكوتر من قدام لورا ونشوف البادي بتاع السكوتر. طيب دي الواجهه الاماميه بتاعت السكوتر، طبعا هي مميزه جدا بالليدات اللي على الجناب دي. السكوتر ده شبه جدا زي ما قلت لكم الجيت اكس، ودي حاجه حلوه جدا. السكوتر بقى فيه هنا ايه شويه تاتشات كده زي كربون فايبر. الواجهه رياضيه جدا بتاعت السكوتر. عندنا الانتظار طبعا من على الجناب بشكل جميل قوي ومودرن جدا جدا. هتلاقي الزنوط عندنا 13، ودي تعتبر يعني صغيره بس انا يعني شايفها مناسبه جدا جدا. الكاوتش طبعا بتاعنا، عندنا رفرف برده رياضي في حواف كتير. الفرامل عندنا هنا هتلاقيها سي بي اس زي ما قلت لكم. بصوا الكابلين، في كابلين طالعين من جهاز الفرامل وده هيخليه سي بي اس، وطبعا هتجربوه هتلاقوا ان العجله اللي قدام بتقف برده بالفرامل الخلفيه، وطبعا احنا جربناها عشان نتاكد الموضوع ده، هو مش بيبقى كاتب السي بي اس بس هي معلومه لازم تبقوا عارفينها. طبعا السكرينه دي انا شايف ان هي حاجه حلوه، سكرينه تعتبر كبيره يعني تقريبا اكبر سكرينه في الفئه دي، مفيش اصلا سكرينات في السكوترات الثانيه، واعتقد دي ممكن تتعدل لو شلتوا المسامير دي وركبتوا حاجه ثانيه. وطبعا دي معلومه برضو ايه بيديها لنا معرض الريان يعني، والله بيفيدنا دايما يعني. تمام، ده عندنا الواجهه الاماميه. نشوف مع بعض الواجهه الخلفيه. هتلاقي دي الواجهه الخلفيه الممتازه للسكوتر. السكوتر من ورا هتلاقوه برضو رياضي، هتلاقي الحاجات الفوانيس بتاعته بالعرض كده صغيره قوي، برضو شكل مودرن. كل ما حاجه بتصغر كل تحسها شيك اكتر، وطبعا الانوار هتلاقوها قويه جدا لان هي كلها ال اي دي، فمش هتحس ان هي اصلا صغيره. نفس الكلام الديل، حواف كتير، لعب كتير، هتلاقوا هنا مكان النمر والنور طبعا اللي بيضرب على النمر. هتلاقي الجاكمان اللي ورا، ممكن هو يعني اكتر حاجه متواضعه في السكوتر لغايه دلوقتي شفتها، دي اقل حاجه فيهم، بس برضو يعني هو مش وحش عادي. الكفر بتاعه حتى محليه نوعا ما. هتلاقي طبعا اثنين مساعدين في الواجهه الخلفيه، اثنين مساعدين دي حاجه مميزه جدا طبعا. وهتلاقي على الجنب هنا طبعا فلتر الهواء، وهتلاقي هنا في منافله، طبعا دي حاجه برده كويسه عشان في سكوترات كتير بتنزل من غير منافله والناس تحتاس لما البطاريه تنام. طيب هنشوف هنا المفتاح بتاعنا، ده كده المفتاح، ده كده منظر المفتاح طبعا الواحد بس كده، في ثلاث زراير، نشوف ازاي بيشتغلوا مع بعض. لما تيجي تشوف هنا الكونتاكت بتاعك هتلاقي ان هو كده مقفول، تمام كده في النص فهو مقفول. هندوس ضغطه على المفتاح في النص هتلاقي ينور، في النص هنا ضغطه واحده لفوق هتلاقي ان انت تقدر تفتح الكرسي بضغطه من هنا. هنشوف هنا الكرسي، الكرسي شايف مساحته حلوه جدا، هي الفكره ان هو طويل نوعا ما مش عريض قوي، بس اعتقد ان هو هياخد خوذه، يعني اعتقد ان هو هياخد خوذه. وطبعا هنا الكتالوج بتاع السكوتر، ده غير طبعا كتيب الضمان. هتلاقي البطاريه محطوطه قدام هنا، مفيش اي حاجه ثانيه عندنا في الشنطه. وهنا طبعا الشنطه لما بتقفل هنا رقم الشاسيه على فكره، هنا الشاسيه عشان لما تيجوا ترخصوا السكوتر ان شاء الله. طبعا مكان خلفي عشان تحط توب بوكس او حاجه او الراكب الخلفي يمسك فيه. وهنشوف برده قدام نفس الكلام، نفس الزراير على الجنب هنا بيفتح تانك البنزين،
بص بقى تانك البنزين الجميل محطوط ما بين رجليك، يعني في ناس بتحب قوي الحركه دي وفي ناس يعني بتستغلس شويه الموضوع ان يبقى في النص ما بين رجليك حته حاجه مليانه يعني، بس انا شايفها حاجه يعني تدل ان السكوتر قيمه كبيره، لان السكوترات الكبيره كلها بتلاقي تانك البنزين دايما ما بين رجليك تحت، فانا شايفها ان هي حاجه قيمه شويه. طيب نكمل كمان ضغطه لفوق، هتلاقي عندنا بقى العداد الجميل قوي اشتغل معانا، هتلاقي ان العداد في النص ديجيتال ومن على الجناب انالوج، فهو مديك حاجه كده يعني ميكس جميل قوي هتحبه جدا وانت هتبقى حابب وانت باصص على العداد اصلا بتاعك، وهو كمان متغطي بالسكرينه كده والجدون طالع لفوق، وطبعا زي ما انتم شايفين الجدون منفصل تماما عن الواجهه الاماميه بتاعت السكوتر، عشان كتير بيبقى في سكوترات كتير جدا نازله لا الواجهه الاماميه بالفوانيس بكل حاجه بتتحرك مع الجدون، لا هنا الجدون منفصل تماما يا دوب مع المرايات والزراير بس. طبعا هنلاقي هنا اليو اس بي بقى بتاعنا اللي احنا بنقول عليه ده كده شاحن يو اس بي، طبعا دي ميزه كويسه قوي في السكوتر، وتحط هنا بقى ايه الموبايل بتاعك في الدرج ده، هو كده درج وحيد من على الجنب الشمال، الواجهه اليمين مفيش ادراج ولا حاجه، وطبعا هنا بقى الزراير بتاعتنا متواضعه كل حاجه كويسه قوي. طبعا مش هينفع ننسى نتكلم عن الكرسي، الكرسي مميز قوي بتاعنا، نبص كده مع بعض الكرسي خامته نفسها حلوه قوي، اللعب اللي فيها ده كله كل الخياطه دي طبعا الحته دي برده كل ده يعني حاجه قيمه جدا برده، الكرسي بتاعك حلو جدا جدا. طيب ده كان الريفيو كامل للسكوتر اللي قدامنا ده كيوي فيستا 200، انا شايف ان السكوتر خامته كويسه جدا جدا بصراحه، شايف موضوع الضمان، شايف موضوع السعر اللي هو بينافس سكوترات زي ما قلت لكم مثلا منهم كمان غير الاس او ام في كيمكو اجيلتي 150 وال 200، طبعا هو ارخص من سكوتر كيمكو اجيلتي 200 بالامكانيات بتاعته دي حاجه رهيبه. التعليق الوحيد اللي في السكوتر ده هي حاجه غريبه وانا مستغربها، البطاريه اللي موجوده تحت الكرسي بتاع السكوتر، هي فعلا تحت الكرسي وكمان مفيش اي مفتاح او اي حاجه تانية تفتح الكرسي، يعني لو البطاريه نامت والسكوتر ما رضاش يقوم معاك انت كده البطاريه اتحشرت جوه الكرسي وانت مش هتعرف تفتح الكرسي، فانا طبعا هبقى عايز اعرف رد طبعا من حد من الشركه يقول لنا دي ايه الحل بتاعها، لو البطاريه نامت مننا ازاي اصلا هنفتح السكوتر ونفتح الكرسي عشان نشوف البطاريه، فده التعليق الوحيد على السكوتر بصراحه، غير كده انا شايف السكوتر ممتاز، هل بقى يستحمل والكلام ده طبعا حاجه ما اقدرش اقولها لان لسه هنعرف لما ينتشر في السوق، وتوقعاتي ان هو هينتشر جدا في السوق زي ما توقعت كده لزونتس اللي هو كان غالي جدا وانتشر انتشار فظيع في السوق، ده توقعي جدا برضه ان شاء الله انه هينتشر جدا زيه زي جت اكس والحاجات الجديده اللي بتنجح في السوق بصراحه. طبعا عايزين نشكر معرض الريان اللي دايما بيوفر لنا كل جديد في السوق، وصراحه خدمه ما بعد بيع كويسه جدا، يعني الناس انا دايما بنصح ان هم بييجوا هنا يشترون عند الريان، وطبعا زيه زي معارض تانية محترمه كتير موجوده في السوق، وطبعا هبقى سايب كل التفاصيل بتاعته تحت في مواصفات الفيديو عشان لو عايزين تتواصلوا معاه، ولو حد عنده اسئله اكتبها في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.